مليون مبروك لنادي الزمالك، رباعية نظيفة في مستهل هذه البطولة، البطولة القوية جدا اللي اتكلمنا فيها بالأمس، إن مفيش ماتش سهل، هتحترم كل المنافسين إن شاء الله ربنا هيكرمك. مليون مبروك لجماهير نادي الزمالك العظيمة، مليون مبروك لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، لاعبي نادي الزمالك بالكامل اللي مفيش حد فيهم بخل بنقطة عرق، الجهاز الفني بالكامل، جهاز المعاون بالكامل، الجهاز الإداري، الجهاز الطبي، كله مشارك في هذا الفوز وفي البداية المبشرة جدا جدا لنادي الزمالك في هذه البطولة. رسالة كمان من نادي الزمالك في بداية المشوار كده، إنك لا، أنت هتلعب نادي الزمالك، هتحترم نادي الزمالك، فريق قوي، فريق بيقدر يهدف. الحمد لله النهاردة كان مباراة قوية جدا من كل الجوانب، أنت قدرت تحرز 4 أهداف وما استقبلتش ولا هدف. اليوم كان يوم جميل والليلة كانت ليلة بيضة بخطين حمر. زي ما اتمنينا امبارح، اتمنينا ان احنا نكسب في اول مباراة، اول مباراة هتديك ثقة كبيرة جدا، وده اللي حصل. اداء ولا اروع، سيطرة كاملة على مجمل اوقات المباراة، تألق لنجوم نادي الزمالك، سجلنا 4 أهداف، فوز كبير جدا جدا، وهو الفوز الأول والأكبر في الجولة الأولى، الفوز الأكبر في الجولة الأولى برباعية نظيفة في هذه البطولة في الدور الأول. في نفس الوقت دفاع نادي الزمالك أدى مباراة قوية جدا، مباراة عظيمة جدا، قدر يخرج بكلين شيت في هذه المباراة. لو هتحيي النهاردة وتتكلم عن نجوم نادي الزمالك، هتتكلم عن النجوم كلهم. كابتن شيكابالا اللي عمل النهاردة مباراة قوية جدا، السوبر زيزو اللي عمل مباراة قوية جدا وقدر يحرز هدف النهاردة، الدينامو فتوح اللي قدر يشتغل النهاردة في الحتة اللي وفرها له أسوريو وقدر يؤدي فيها أداء قوي جدا، حسام عبد المجيد، سيف الجزيري، وسيد نيمار البديل الذهبي اللي قدر يحرز هدفين في مباراة النهاردة. مباراة جميلة، مباراة رائعة، ازدادت روعة كمان بتعليق المعلق الرياضي عبد الله الغمدي. راجل زود المباراة متعة، زود المباراة حلاوة، الراجل ادى نادي الزمالك حقه بشكل محترم جدا جدا. الراجل ادى درس لمعلقين كتير قوي ازاي تدي فريق بحجم نادي الزمالك قدره، ازاي تديله حقه وانت بتعلق على مباراة لنادي الزمالك.